ويحك كتيبة، على هذا جمعتنا لنذهب إلى يثرب ونقابل محمدا هناك. الله أكبر. غير هكذا إذن. هيا يا أخي لنذهب إلى مكان آخر وتتابع حديثك معنا. لنذهب إلى الغرفة. الله محيي ملقاكم، وين ما رحت وين ما جيتوا، الله محيي ممشاكم. نمشي نمشي وياكم، الله يهون مسعاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعة معاكم. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعة وياكم. على الموعد. كيفك؟ اهلا وسهلا فيك. ما شاء الله ما شاء الله. كيف سلم عليه؟ بيقدر يسلم عليه. اهلا وسهلا. التقيت في جنب الشجره، التقيت في اليوم بالصدفه، ما من من ساعه. اي والله ما شاء الله. قلت لك بدي اجي. ايه ما قلت لي اهلا وسهلا. هلا نحن هون هي الساحه، حفظت شو اسمها؟ ايه ساحه كاجمرك يمكن. يمكن. ونحن بنقول عنها ساحه الحمام. ساحه الحمام. اوكي يلا. بيطلع بالاخير الى اسم ثاني. الله يخليك. يعني كلمة الفنان الشامل هي كلمة يعني بتنطبع على اللي بيغني، ما بيعزف، بيعمل شيء آخر أو استعراض، بعدين بيقولوا فنان شامل. هلا أنت هذا المصطلح ما بيزبط عندك، يعني لا يعني ما فيك تقول فنان شامل، بس في شيء تاني لتقول شامل. هي شامل مبالغ فيها يعني. ايوه اكيد 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 اكيد. الاشياء اللي عنده بجوز يعني بدنا بجوز بدنا يعني تلفزيونيا طبعا، اما حكي بجوز تاخذها شهر، اما تلفزيونيا لازم يكون في وقت محدد. مشوار طويل، مشوار طويل بالفن. من هواية التمثيل لانه دخلت بعدين بموضوع الفنون التشكيلية، الموسيقى، بالموسيقى طبعا، بالموسيقى، اللغات. اللغات طيب، هاي اللغات اجت بموضوع السفر الكتير. طبعا انا رحت تميت بدبي 15 سنة، بليبيا 3 سنين ونص، بإيطاليا سنتين ونص تقريبا، بالفلبين سنة. انت اخذت لغة الفلبين، اتقنتها، والانجليزي وكمان انجليش وايطالي شوي، وهلا تركي الحمد لله كمان بحكي تركي كويس. هون جو خرج الواحد انه يقدم يقول جمله بالمسرح، ما غير بالغرفه اذا ضفتنا او ايه والله باي مكان يعني. ذكرك هيك بجمله على المسرح مثل والله انا بطبيعتي انا الصوت له دور والاداء له دور. هو الاداء له دور. هلا ممكن تلاقي مثلا لما بتشوف على التلفزيون ممثل عم بيقول جملة أو عم بيقول مشهد معين، أنت بتقول هالمشهد هذا حتى لو أجا أي فنان تاني مستحيل يأدي هالمشهد، لأنه تحس أنه هالمشهد خلق لهالشخص هذا. من زمان كان عندي طبقة صوت جراف أنا، راحت؟ لا موجودة ولسه الدخان حسن أكثر. هات لنشوف واحدة. شايف؟ ويحك كتيبة، على هذا جمعتنا لنذهب إلى يثرب ونقابل محمدا هناك. الله أكبر. غير هكذا إذن. هيا يا أخي لنذهب إلى مكان آخر وتتابع حديثك معنا. لنذهب إلى الغرفة. أنت عندك غرفة ما؟ والله شوف أنت فاجأتني الله بهالزيارة هي، بس بقى يلا ماشي الحال. هي على كل حال نتعرف عليك أكثر. أيوة. أنا ما قلت أنه أهلا وسهلا بالفنان محمد الشعار، ما قلت. لا يعني لسه هلا بنرجع بنقولها مرة ثانية. الله يخليك استاذي، استاذ عمينا. هيك البيت؟ لا تفضل هيك. يلا تفضل. المنطقة هون مريحة. ايوه. ما هي يعني انه اذا بدك اغراضك اشيائك كلها موجودة. أيوة. الحمد لله. ان شاء الله. هلا انت بهالفترة موجود بجامع، ما هيك؟ عم تشتغلوا شغل بصالة او هيك شيء؟ انا بصراحة هلا حالا عم بشتغل في زخرفة الجوامع القديمة. زخرفة الجوامع القديمة في جامع حاليا اسمه برماك جامع بمنطقة الامنيات بالفاتح باسطنبول، وعم نشتغل موضوع الرسم. طبعا الرسم هذا هو كله رسم قديم على زمان العثمانيين، فنحن بنخدم الكتب، بنخدم الكتب وبنعمل عليه نفس الاسقاطات ومنعمله بالجامع نفسه. لا اما بيكون جامع جديد ومننزل ديزاينات جديده وزخارف جديده من عنا نحن، لا اما بيكون الجامع
له استقلالية بذاته أنه لازم ترجعه مثل ما كان، خصوصي إذا كان فيه موضوع ترميم وما ترميم لازم ترممه وترجعه مثل ما كان. وطبعا الترميم أنا كترميم أنا مبتدئ بصراحة، في ناس أحسن مني بكتير بالترميم، بس كرسام الحمد لله كتنفيذ يعني هو ده أهم شيء. عم نسجل ما شاء الله. ايش كاميرا خفية صفت هيك. طبعا هاي اللوحة راح اقدمها هدية لمدير اتحاد الكتاب الاتراك هون. المقر تبعهم موجود بين السلطان احمد وبيزيد. وطبعا نحن كنا نعمل معارض هنيك، ومن فترة كنا عاملين معرض، وهلا إن شاء الله في مجموعة من الفنانين السوريين مع فنانين أتراك رح يكون يعني المعرض تعاون حلو يعني المعرض بيجمع بين الفنانين السوريين والفنانين الأتراك. وطبعا الفنانين السوريين هون أثبتوا وجودهم بكفاءة من رسامين زيت صح لعمل بورتري لنحاتين لديكور لديكور لناس خاصة بالتصوير الضوئي. هاي تنفيذها يعني وترتيبها وتقنيتها والتكنيك تبعها يعني هذا هون بهون يعني عمله استاذي. انا بصراحه هون عم بشتغل هون الحاجات اللي بتنشغل معي ضمن حدودي. في ناس بشوفوها هيك بقول لك بحسن ماكينه او كذا، لا 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 ابدا. بزمانه الفن نحاس انشغل بالآلة دخلوا الموضوع الآلة فكان شغل نحاس انه اقتصر بموضوع الآلة على المكبس. طبعا هذا مو ماكينة، هذا عمل يدوي، بس بدك تطول بالك حتى طالع عملك نظيف وعمل الترتيب وما فيه اي اشكالية ولا طبعا. واحنا نفاجئكم شغلات بسيطة بنعمل فيها نحاس. هاي الادوات يعني ادوات بسيطة، ادوات بسيطة بس الكلام يعني انك تعرف انت توظف كل قطعة من هالقطع توظفها بمكانها بالنسبة للنقشة أو للحرف. كل قطعة إلى مكان، كل قطعة من القطع هاي إلى مكان تستعملوا فيها بموضوع حفر النحاس. محمد جمال شعار يعني هذا الخط خطك هذا ما هذا؟ هذا بصراحة هاي ما يخطي، أنا خطاط طبعا بس أنا بالصدفة من يومين ثلاثة كنت عند واحد خطاط زميلنا اسمه هيثم سلمو من الخطاطين المعروفين ومن الخطاطين اللي ومن فترة كان بشو اسمه بسيدني بأستراليا عمل معرض حلو، طلع عمل معرض وخط وسوى جامع كمان هنيك خطاط أسماء الله. بدك تاخذنا لعنده شي وإن شاء الله بعدك لعنه، وبيعرف حضرتك أنا من فترة حكيت جبت اسم حضرتك وكتير شكر فيه لأنه هو أستاذ بهالقصة يعني هو لا يعني شوف أستاذي موضوع الخط الثلث بالذات هو مبدع بخط الثلث وأخذ جوائز ومعه شهادات ويعني بصمة بصمة يعني ممكن أنا في ناس أكبر مني بكتير لازم تحكي عنه. هلا هون القعدة بصراحة هون بتشرب يعني الشاي والقهوة إذا متواضعة، بس أنا عندي هي مثل قصر بالنسبة لي يعني جوي حلو. أنت عامل تختين يعني بحيث إنه إذا إجا ضيف لا فير لا هي بصراحة وقت بشوف منام مزعج بنام على التخت الفوقاني تطلع لفوق ايوه بشوف بدي انبسط بنزل لتحت ده انزعج بطلع لفوق وبنفس الوقت خزانة وبنحط عليها الأغراض ايوه. هدول الشناتي كمان يعني شناتي بضب غراضي يلا يعني السفر. وفي من الأعمال الفنية كمان بحسن أضيف لحضرتك ما عدا الموضوع العجمي ونحاس أنا بشتغل زجاج معشق زجاج معشق بشتغل الموكيت الملون سماكة سنتين موكيت سنتي أو سنتيمين ممكن أعمل عليه ديزاينات بعدة ألوان من الموكيت عشان له طريقة التلحيم في بعضه يعني بطول شرحة إذا بدنا نحكيها بس يعني. وفي موضوع كمان رسام أوتوكاد على الكمبيوتر وضارب إيقاع وضابط إيقاع ضابط إيقاع إن شاء الله بس ما في هلا أورج موجود بس طبلي وليه هنا بتركية صعبة لا بعدون شو بيطرطوا إذا بدها تكمل مقابلة بلا الإيقاع بلا الإيقاع الله يعطيك العافية عود لا استيح استيح نكسبك لا 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 أنا بقعد هون. أما لو كان عندك مرسام شو بتساوي؟
أكيد بأخذ راحتي بكتير. يعني المساحة إلى دور، الأدوات إلى دور، المساحة طبعاً. المساحة تلعب هيك بيكون الواحد اختصر زمن يعني، وعطى إنتاج أكتر وعطى. أكيد يعني هلا يعني وقت تكون عندك مساحة، ألوانك موجودة، عدتك موجودة كلياتها، خلص وأجاك شغل مثلاً، أنت بتعود بتأبدع، بتأبدع كيف بتأبدع؟ ممكن أنا صار لي زمان ما اشتغلت عجمي، عشلون؟ بس حالياً الحمد لله من فترة اشتغلت موضوع صناديق تواصي، اشتغلتهم ومباعوا بمنطقة بيزيد باسطنبول، وفي عليهم طلب وما زلت يعني عبجيني طلب عليهم وعب اشتغلهم. المهم فالحمد لله، وأنا كتير سعيد بحضرتك أنه أتحت لي أكثر والله. شكرا كثير لك سيد عبد المعين، والله يخلي لي اياك. تسلم، اهلا وسهلا فيك استاذ محمد. يا هلا. لقاءات الصدفه سبحان الله هيك بتحس فيها روح اكثر، ما صحيح يعني بدون موعد. هلا وقت اليوم بتاخذ موعد من شخص بجوز يحضر حاله ويرتب اموره وكذا، بس وقت اللي أصر وعزمنا على شاي ونحن عم نشرب الشاي حكالنا شيء يعني بيستاهل إنه نسجله. شفنا صور على الموبايل، تخرجت من الحقوق، عملت دبلومات، درست الهندسة، عملت مدير أكاديمية، عملت يعني أي صفة اللي بتزبط معك لحتى. الله يبارك فيك. الله يسلمك. يعني أنا صفتي عبد المنعم علوان، الحمد لله. الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى، اولا اكرمنا يعني انه ما كان في عقبات بحياتنا الحمد لله، ورب العالمين يسر لنا هذا الامر. اكثر شيء كنت تركز انت على قصه الفراغ، انه هذا الفراغ نعم. كيف ممكن الواحد يستفيد منه؟ والله انا حكيت بداياتي، انا بالاساس يعني خريج طوارئ يعني اسعاف. ايوه. وهذا الاختصاص دخلني بهذا المجال، مجال البترولي. أيوة. واللي هو مو مجالي بالأساس يعني، والحمد لله. ومن خلال وجودي بال أو يعني الإسعاف، أنا دخلت العيادات النفطية بشركات البترول. الفراغ، الفراغ قاتل كان بشركات البترول قاتل. حالات قليلة اللي تجي وفي وقت كثير. أنا يعني أعتبر يعني الوقت كله يعني ما في شغل، يجيك إنسان ممكن يعني على حب الدواء أو لزقة طبية، والبقية فراغ يعني. من خلالها درست اللغة الإنجليزية الحمد لله، كانت لغة فرنسي بالأساس. وأيضا كان في الفراغ واسع يعني، مهما يعني أنا 24 ساعة بالعيادة، فمن خلالها أيضا درست الأمن الصناعي اللي هو يعني خاص بشركات البترول. والحمد لله سبحانه وتعالى يعني طلعت على مصر، واخذت طلعت للجامعه الامريكيه، كان دكتور الله يذكره بالخير ونوجه له تحيه وسلام، دكتور وجد زيفين هو اللي درسنا. طبعا اخذت دبلوم مهني بالجامعه من الجامعه الامريكيه ايضا، ورجعت اشتغلت كسيفتي سوبرفايزر، واشتغلت ايضا سيفتي مانجر باكثر من شركه صراحه. اللي فهمته منك انا انه كان في مثلا موظفين سوريين ضمن هاي الحقول، ضمن هاي المنشات، رواتبهم كثير قليله. كان في طبعا. كان في. انا من خلال وجودي بالشركات البترول كان عندي حب اطلاع ايضا على المهن الاخرى اللي موجوده بالقطاع البترولي، ومنها ايضا يعني الحفارين، حفارين البترول، فنيين البترول، مهندسين البترول. كان عندي حب اطلاع انه اخي شو هدول عم يشتغلوا، شو عم يدرس، شو عم يعمل، شو عم بيساوي يعني، في هاندلنج يدوي، عمل يدوي ايضا يومي يعني، فكيف الطريقه اللي عم يشتغل فيها يعني. في كان يعني الشركات البترول تنقسم ل يعني شريحتين. الشريحه الاولى اللي هم السنيور يعني يعتبروا هم خبراء اجانب، اغلبيتهم من جنسيات متعدده، امريكان او بريطاني او حتى صيني او هندي او كذا. كان العامل السوري يشتغل براتب كثير قليل، يعني احيانا ما يتجاوز ال 4000 ليره. الاجنبي اللي بيجي احيانا يتجاوز راتبه ال 20000 دولار شهري،
ويقبض على الإجازة ويقبض على الدوام. وأساس العمل اللي هو مهني يدوي واحد. أيوة. ولكن الخبير هو اللي يوجه العامل. هي الشهادة. الشهادة. آه. كان يجي يعني بلا مؤاخذ السوريين ما شاء الله عليهم وين ما راحوا. حقيقة الأجنبي يعني كنا ننغش فيه إنه يجي من برا. يعني نشوف انه لسانه اجنبي ويتكلم بطلاقه وكذا ننغش في انه هذا خبير جاي بالفعل يعني الثقه هيك شوي. فكانت ثقه العمال السوريين والمهندسين السوريين للاسف يعني كانت شوي بدها دعم. فاول شغله خطر في بالك شو هي؟ على مشواري بدا من هون انا من الحاجه الناس. طبعا خلال هاي الفتره انا كنت على الاقل انا فهمت ودرست المبادئ يعني الأساسية لشغلهم وقدرت الحمد لله يعني أكتسب مهارات حلوة في هذا المجال ويعني فهمت أسرار العمل. بعدها الحمد لله يعني خطر ببالي أنه أجيب هاي الوكالات الدولية على سوريا على دير الزور وفتحت مركز تدريب دولي كان اسمه مركز أعمال الدولي. المركز هذا كان بصراحة له يعني أهمية كبيرة. يعني الناس شو تقبلت الفكرة يعني كيف؟ البداية ما كان فيه كان فيه استهجان للفكرة وخاصة إنه الناس ما كان فيه ثقة إنه هذا مركز هل هو مؤهل هل هو يقدم علم حقيقي هل هو يقدم شهادة صحيحة. من أوروبا لدير الزور. يعني معقولة وكالات أمريكية تنزل بدير الزور؟ هذا الأمر كان مستهجن. فتحتوا المعهد. والحمد لله فتحنا المعهد. مو لحالي كان عندي فريق عمل أيضا. كان فيه الأستاذ المهندس نصر الدرويش خريج بترول هو. وهذا له الفضل. أستاذ نصر من مو حسن. يعني نوجه له تحية. إيه والله تحية شكر. يعني كان بصراحة يعني. من الناس اللي قدمت لهذا السنتر. لأن الشهادة اللي بدأت تروح إلى سجلات أو إلى هو المدرس معتمد من خلال شهادة والمركز معتمد من خلال شهادة. بدأت بتركيا بأورفا تحديدا. بأورفا نعم. من 2012 بعد 2011 في 2012 الحمد لله ولا زلنا نقدم خدماتنا الحمد لله. لو وصلتوا لمرحلة يعني بين 2012 و2018 صار في الفترة هاي يعني احنا الحمد لله أهلنا كادر تدريسي خاص بشركة أعمال. طبعا أجوا خبراء من برا لأنقرة تم يعني بشكل رسمي تجهيزهم وإعدادهم. استغرت عملية تجهيز المحاضرين تقريبا حوالي 2.5 سنين وخرجنا 11 محاضر. هو هذا الشيء بالنسبة لتركيا يعني عم يهيئوا حالهم عم يرتبوا أمورهم بحيث أنه يعني السنوات القادمة توازي معهم. يعني ورغم أنه إحنا قطاع خاص الآن في عم تجينا دفعات أتراك عم يجوا يتدربوا عندنا. في منهم من شركات حكومية في منهم من شركات خاصة يعني أتراك يشتغلوا برا بالخليج أو بدول أوروبية أو يعني عم يجوا الحمد لله وعم نشتغل يعني الحمد لله عم نجهزهم وياخذوا اعتماد حقيقي بشهادات معتمدة دوليا من بريطانيا ومن أمريكا. هذا يعني المشروع هو إضافة للخبرة اللي اكتسبتها والعلاقات اللي في نفس الوقت يعني والثقة بينك وبين الأساتذة يحتاج رأس مال. والله احنا عانينا بالبدايات هلا بدير الزور ما كان عندنا مشكلة لأنه أنت ابن الأرض فكان رأس المال متوفر. يعني أما يعني هون بتركيا بالبدايات كان في صعوبات وخاصة أن الوكالات هاي لها ثمن يعني باهظ. طب كيف بلشت أنت؟ يعني الواحد عم يقول يعني من الصفر. والله صراحة البدايات كانت صعبة خاصة أنه إحنا خسرنا كثير بسوريا خسرنا أملاك خسرنا يعني كان في سوريا كان عندنا يعني خدمات أخرى نقل بترول للحفارات ونقل نفط من كله راح الحمد لله. يعني الحياة البداية قصدي البداية كيف هون؟ هون أنا اضطريت صراحة أنه أشتغل بأشياء أخرى غير اختصاصي. بالبدايات صراحة اشتغلت كعامل كان في رأس مال معين بس لا يكفي أنه أنا أفتح شركتي الخاصة هون أو أجيب الوكالات الدولية اللي هي حقيقة غالية. فمثل أي سوري هون ممكن أي سوري أنا يعني كعامل بسيط وبعدها فتحت مكتب اللي يعني إجراءات وشغلات خاصة بالخدمات البترولية ولكن خاصة بخدمات أصحاب موظفين البترول
يعني أشياء بسيطة جدا يعني في سبيل أنه نصل للهدف تبعنا. والحمد لله قدرنا نتجاوز. وطبعا الحمد لله ما أخفيك في أصدقاء دعمونا ببعض رأس المال رغم صغر رأس المال، ولكنه هو الحمد لله مشانا يعني يعني احنا بدأنا ستيب باي ستيب او خطوة خطوة، كنا كل ما نخلص خطوة نهدف نتجه باتجاه الثانية. والفضل لله سبحانه وتعالى رجعنا اول توكيل كان بريطاني وبعدين رجعنا التوكيل الامريكي، والحمد لله الان احنا تقريبا المفترض انه ندرس 426 اختصاص بترولي. رقم ولكنه للان نحن اخذنا حوالي 21 وكاله. يلا ان شاء الله هيك بزياره لاورفا بنعمل للمؤسسه نفسها. احب انا اوجه شكر للطاقم اللي معي، مو بس انا يعني في الاستاذ صفوت عقيل مدير التدريب واللي هو قايم بعمليه اداره التدريب الان في اورفا، وايضا المهندسين الموجودين المساعدين كلهم يعني الحمد لله قايمين بواجبهم الحمد لله. وزوجتك قديش طولت بال عليك طالما هالركض كله؟ كثير والله. انا كنت افوت للبيت الساعه احيانا 4 الصبح صراحه حقيقه كانت. شكر لام العيال اولا بعدين احب اوجه لها تحيه والله لانه كانت مناضله معي صراحه. واضح يعني انه في يعني جهد واحد وهي عم تدفعني. وانا احب ايضا والدي ووالدتي ايضا كانوا يعني عامل دافع كبير جدا. والدي ووالدتي من المشجعين لهذه الفكره رغم انه هذا الامر يعتبر جديد بسوريا او بتركيا. كان لما يصير في نقاشات احيانا يقول لا اتركوه يشتغل مثل ما بده. هذا يعني الولد عنده طموح احنا نثق فيه. فمدوني صراحه يعني الله يجزيهم الخير. هم بسوريا الان، انا اوجه لهم سلام من هون والله. يلا ان شاء الله هيك الامور تفرج والناس تجتمع ويلم الشمل. شكرا لك. الله يبارك فيك. اهلا وسهلا فيك استاذ عبد المنعم. يا اهلا بك. الله يبارك فيك. اي والله اشكر. الله محيي ما لقاكم وين ما رحتوا وين ما جيتوا الله محيي ما مشاكم. نمشي وياكم الله يهون مسعاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة معاكم. جيناكم الله محيي ما لقاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم.